نبلش بشغلة الحريقة الموجودة عندنا بالصف. هاي الحريقة كيف فهمت انه مش جديد يعني زمان، بس الاشي ما تصلحش. اشي ما تصلحش. هاي تسعد حروم بتاعت البستان موجود عندنا هوني. منكمل لجوا على المواسير المي الموجودة للتدفئة. مواسير المي الموجودة للتدفئة موجودة عندنا هوني، موجودة عندنا هناك، اللي ممكن للولد تكون خطرة جدا جدا خطرة. كل واحد يقدر يقيس يعني المواسير مكشوفة كيف شايف. المواسير كثير خطرة. التدفئة الموجودة بالصف غير كافي لمساحة الصف الموجودة عندنا هون. مساحة الصف عندنا النزلات موجودة بالسطح. السطح عندنا بلة مي السطح، وممكن كل لحظة ولد يتزحلق. عندنا كهرباء خطرة جدا اللي هي صعب نتحملها، صعب نتحملها. عندنا هون مواسير بتنقط مي، والكهرباء فوقية، كهرباء فوقية. عندنا الابواب والشبابيك كمان. الابواب والشبابيك اللي هي الشبابيك الابواب ما بتفتحش، الابواب ما بتفتح. فيش عندها ريشه كمان للباب، ريشه. بالصيف يعني لقوا كثير حشرات وعقارب بالذات، وحتى حي كان قريب من الصف، والباب ما كانوش يقدروا يسكروه لفتره. اللي كان يفوت هاي الشغلات لانه فيش ريشه. هاي النزله هون قد ايه قريبه على الكهرباء منها خطره، ممكن تعمل كيتر شيء. وغير انه النزله على الارض يعني ممكن الولد يتزحلق يعني. ما بعرفش شو يعني المي والكهرباء مع بعضهم، وبيتكهرب ولد يكون فضل فيها الاولاد. المشاكل الموجوده يعني والعقبات الموجوده، كان في توجه من لجنة الأهالي للمجلس المحلي لرئيس المجلس تصليح هاي الأمور؟ توجهنا للمجلس عدة مرات. المجلس بيحكي بطريقة مش لا، بيحكي بطريقة بس ما بيعملش شيء. يعني شو كان الحديث؟ صار سنين بس هاي المشكلة، صار سنين وصلوا للمعارف ووصلوا كثير للشغلات وما انعملش. شو الرد؟ ايش بقولوا؟ شو بقولوا؟ توجهنا للرئيس، الرئيس قالنا اقعدوا مع رئيس لجنة المعارف اللي هو حمد علي. قعدنا مع حمد والرئيس طلب منه يسجل كل شيء موجود بال... هذا الحكي وين انت؟ قبل شهر. من اول السنه. شهر اول السنه تقريبا. طيب فجانا له تصليحات الاشياء المهمه بالصف، مثل نزلات المي، مثل الكهرباء، مثل المواسير اللي مبينه، الاشياء الاساسيه. سجلها كلها عنده خطره يعني. واشياء يعني كان جوابه انه بده اللي موجوده يعني، بس شو حاليا بدهم يصلحوا بحجة انه فيش اي تكثيف او فيش اي ميزانية. لا بس لاول السنة، بس السنة لاول السنة. والشغلة هاي صار لها سنين الاهالي تحاول فيها. المجلس عم بيقس الاهل، والوضع الموجود اذا عم بيستنى بس يصير اي مصيبة استنى نحل المشكلة. والشتاء انتم عارفين لسه كمان شتاء. مع انه احنا عرفنا من اهالي اللجنة اللي كانت هذيك السنة انه في تكثيف خاص وصل لهذا البستان عشان تتصلح هاي الشغلات. بس المجلس او حمد بالذات قال باول السنه سالوه ليه ما عملتش هاي الشغلات، قال لهم نحن السنه الجايه بدنا نسكروا هذا البستان، لايشنا يعني نحط فيه مصاري. شو المقصود تسكروه يعني؟ بعرفش هيك الحكي. بدهم ينقلوا على محل ثاني يعني ولا كيف؟ انه عدد الاولاد قليل بدي يسكروا البستان، بس مش مشكلتنا. انا مش مشكلتي انه بدي يسكروا البستان ولا لا، وكل نتفه بنتي بخطر موجوده هون. انا بديش اجيب اولاد هان ولا الوان ولا شيء. هاي الاشياء كل الاهالي مستعدين، وبالفعل كل الاهالي من اول السنه صارت متبرعه. اما عندنا اشياء اللي هي خطر على الاولاد، الكهرباء والتدفئه وهي الشغلات، يعني هاي اشياء خطره، هاي اللي بدنا اياها قبل كل شيء. نتوجه للمجلس انه من بعد من قبل سنين اشتغلت اهالي على الموضوع هذا، تصليح الصف وبالنسبه للامان على الاولاد والخطوره موجوده على الاولاد، الاشياء الخطره اللي يصلحوها على القليله. نطلب من المجلس يصلحها لانه كل مره عم بيأجل فيها، واحنا مش مستعدين بهاي الفتره كلجنه اهليه نخاطر فتره الشتاء بالذات، نخاطر باولادنا ونخاطر بسعادة اولادنا. خلال اسبوع ونص هاي الاشياء بتطلعش المهمه على القليله اللي فيها خطر على اولادنا، احنا بدنا نضرب الصف، نعمل اضراب، مش
مستعدين نخاطر اولادنا بشكل عام، كل اولاد الصف ما يجوش على المدرسه، لانه مش مستعدين نخاطر باولادنا، والمجلس مهمل هاي الشغله من سنين سابقه. لا يعني خلص يعني صار لازم يحط لها حد، هاي التصليحات كلياتها بتصلح انه كل واحد ياخذ من ابنه وهو موجود بهذا الصف، كل واحد ياخذ انه الاهالي كلها يعني ابنه. كل واحد ياخذ بالحسبان انه ابنه موجود بهذا الصف او ابن ابنه او ابن ابنه، انه بيقدر يعلمه بصف زي هذا اللي هو ممكن كل لحظه لا سمح الله يصير هون كافي.